تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور يوسف فواز عفوا، حيث نتابع آخر التطورات وآخر المستجدات هنا في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية، حيث اشتدت وتيرة الاشتباكات مع تجدد القصف هنا عند محلة الظهيرة أو عند منطقة الظهيرة الجنوبية في القطاع الغربي. وأيضا المعلومات تشير الآن عن تجدد قصف موقع الظهيرة في هذه الأثناء، ولكن إشارة مشاهدينا إلى أنه منذ بعض الوقت مرت سيارات الدفاع المدني وسيارات الصليب الأحمر، وكان عددها حوالي 6 سيارات، وتوجهوا باتجاه الطريق المؤدي إلى بلدة الظهيرة، لأنه المعلومات تشير إلى إصابة الطواقم الإسعافية والصحية بقذيفة سقطت إلى أمامهم مباشرة وهم يسلكون الطريق باتجاه بلدة الظهيرة. إذن تم استهداف بالقرب من الجهات الإسعافية والصحية، لذلك تتحرك فرق الإنقاذ من مدينة صور باتجاه النقورة، من النقورة باتجاه الظهيرة لمساعدة ومساندة هذه الفرق التي تعرضت لإلقاء قذيفة عليها أو بالقرب منها بحسب معطيات الدفاع المدني في مركز صور. نتابع بالمشهد خلفي تصاعد الدخان بعد ما طال القصف المدفعي المنازل السكنية في الظهيرة، كذلك القصف كما ذكرت استهدف الطواقم الطبية والإسعاف، لكن حتى لحظة دون وقوع إصابات. والمقاومة الإسلامية تستهدف موقع الظهيرة مجددا الآن من بعد ما كان الاستهداف منذ قرابة الساعة في الظهيرة. إذن صدر بيان عن حزب الله جاء فيه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية 5 مواقع إسرائيلية، وهي موقع مسكف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشة، وموقع رامي بالأسلحة المباشرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة. الآن وصل هذا الخبر العاجل بأنه هناك جرحى في بلدة الظهيرة، والإسعافات لم تتمكن من الوصول إلى هذه البلدة لمساعدة وإنقاذ الجرحى بسبب تعرضها لإلقاء القذائف عليها. وأيضا تم قصف منزل في بلدة الظهيرة واحتراق جزء منه، فيما يتعلق بالمدنيين بداخله لا اتصال معهم حتى الآن. كذلك تعرض منزل آخر في الظهيرة للقصف دون وقوع إصابات. إذن مشاهدينا، ازدياد حدة التوتر في بلدة الظهيرة الجنوبية في القطاع الغربي مع هذه المعلومات التي أشير إليها، وهي استهداف منزلين حتى اللحظة وسقوط قذائف فيها واحتراق أحد المنازل أو احتراق جزء من أحد المنازل. أما عن المدنيين بداخله فحتى اللحظة لا اتصال معهم نتيجة الاشتباكات في الظهيرة. إذن أيضا أطلقت صافرات الإنذار، وبنقدر نشوف إذا بنقدر نشوف هذا هو مركز قيادة، نعم إذن هذا هو مركز قيادة اليونيفيل، وصافرات الإنذار دوت منذ قرابة 10 دقائق بالضبط بمركز القيادة العامة لقوات الدولية قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، دوت صافرات الإنذار من بعد ما اشتدت حدة التوتر في الظهيرة. وفي هذه الأثناء نسمع المزيد من أصوات سيارات الإسعاف التي اتجهت إلى بلدة الظهيرة لمساعدة الجهات الإسعافية والصحية التي كانت تتجه إلى الظهيرة لمساعدة الجرحى هناك، ولكن إذا تتجه سيارات الإسعاف مسرعة باتجاه مدينة صور. يبدو أنه يعني إذا أردت التحليل ولا أتبنى ذلك، هو نقل جرحى من الظهيرة باتجاه مدينة صور، أي باتجاه المستشفيات في مدينة صور وتحديدا المستشفى اللبناني الإيطالي، وهو الأقرب ربما هنا في المنطقة. إذا سنشاهد مرور سيارات
الإسعاف. إذن كما ذكرنا أنه تم استهداف حتى الآن 3 منازل في بلدة الظهيرة، وأيضا تم استهداف مركزا للجيش اللبناني، والمقاومة استهدفت 5 مراكز للعدو الإسرائيلي. إذن بينما نتابع المشهد من خلف أيضا مشاهدينا، هدوء الهدوء الذي كان حذرا وكان سائدا في ساعات الصباح كسرته هذه التوترات عصرا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وصافرات الانذار دوت في المستوطنات وفي أيضا مقر قيادة اليونيفيل في النقورة، كذلك حركة السير معدومة، المحال التجارية بمعظمها عندما اشتدت حدة التوترات أغلقت أبوابها. أما عن حركة النزوح فبلدة الظهيرة تحديدا مشاهدينا هي بادت شبه خالية من السكان، لهذا لأن منذ بدء الاشتباكات في الظهيرة كانت هذه البلدة هي من أولى البلدات التي تعرضت للقصف، وبالتالي الدفاع المدني اللبناني أخلى هذه البلدة من ساكنيها بالكامل، وانتقل أكثر من 500 نازح من هذه البلدات الحدودية وتحديدا من الظهيرة وعلم الشعب، لأن القصف منذ بعض الوقت أيضا طاول علم الشعب وإخراج البلدات المحيطة لها. لذلك أكثر من 500 نازح نزحوا باتجاه مدينة صور، وتم فتح 3 مدارس لهم من قبل وحدة إدارة المخاطر والكوارث في اتحاد بلديات صور والزهراني. ويعني هناك نوع من المعاناة إذا صح التعبير. في الأمس كنت في زيارة إلى هذه الوحدة، وحدة إدارة الكوارث، وأكد لي رئيس الوحدة بأنهم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، وهم يلقون النداءات نداء الاستغاثة للجهات الدولية بالمساعدة وبتقديم المعونة، إن كان في اللباس، في الفرش، في المأكول، المأكولات، الشرب. يعني هناك بالفعل حالة صعبة يعيشها النازحون من المناطق الحدودية إلى مدينة صور. إذن هناك معلومات الآن تصلني، لست متأكد بعد منها، أن هناك إصابات في صفوف عناصر حزب الله يعني كجرحى، ولكن هذه معلومة ليست أكيدة حتى هذه اللحظة. جنرال عسكري يعلن قد يدخل لبنان رسميا الحرب بعد ساعات، والسيد سيعلنها بالصوت والصورة، هكذا رأى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور محمد عباس مع توسع الحرب دخول لبنان فيها بات وشيكا، فإن استمر القصف التدميري على غزة لن يتجاوز الأمر بضعة ساعات. إذا مشاهدينا، رغم كل هذه التوترات وازدياد التوترات في القطاعين الغربي والشرقي، هل سيدخل لبنان رسميا الحرب؟ كل رهن الأحداث في غزة. هناك حديث عن هدنة وعن القرار بفتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك خروج الأجانب من مدينة غزة، ولكن حتى هذه اللحظة ما من معلومات مؤكدة عن السير بهذا القرار، وبالتالي إذا تم السير بهذا القرار هل سينعكس ذلك هدوءا حذرا هنا في الجانب اللبناني، أم أن عدم السير فيه سيزيد من التوتر، وتوسع رقعة الاشتباكات في مدينة غزة سأيضا تنعكس سلبا وسيدخل لبنان في قلب المعركة بحسب ما رأى هذا الخبير الاستراتيجي. إذا كل رهن الساعات القليلة المقبلة والأيام القادمة لمعرفة ما مصير لبنان، ولمعرفة أيضا كيف ستتدحرج الأمور هنا، هل ستتدحرج سلبا أم أنه راح يكون في تطورات إيجابية. الآن بحسب الإعلام العبري، اشتباكات على الحدود اللبنانية كما ذكرنا قرب القريات والمستوطنات. إذن مشاهدينا، هذه كانت آخر التطورات من القطاع الغربي في جنوب لبنان، وكما ذكرنا بأن القصف الإسرائيلي لم يستهدف فقط منطقة الظهيرة، إنما سقطت القذائف في يارين وأيضا في علم الشعب وبعض البلدات المحيطة لبلدة الظهيرة الجنوبية. على كل حال، نحن باقون معكم هنا لموافاتكم بكل جديد فور وروده، لكن دعوني
إذا في هذه الأثناء يصلنا من مراسلينا في المنطقة أيضا بأنه مسؤول مركز علماء الشعب، وهي معلومات طبعا ليست أكيدة حتى اللحظة، ربما قد تصاب يعني تم إصابته بالقذائف الفسفورية، لذلك نتمنى له السلامة لأنه نحن نعرف خطورة هذه القذائف واستعمال هذه القذائف الفسفورية، وهي المحرمة دوليا، لذلك يجب الحذر والابتعاد من نقطة إلقاء العدو للقذائف الفسفورية. العدو لا يرحم فهو يلقي هذه القذائف على الطرقات المؤدية إلى بلدة الظهيرة، فعدد كبير من الصحفيين لم يتمكن حتى من الوصول إلى الظهيرة بالإضافة إلى سيارات الإسعاف حيث تم إلقاء القذائف الفسفورية بالقرب منها. على كل حال لمشاهدينا أن نترقب الساعات القليلة المقبلة إلى ما ستحمله من تطورات، وسنوافيكم بكل جديد فور وروده.